ابو عصام سامعيني يا سعاد؟ ها لا تخلوني اغلط، ما انت مساكت. ها وقنت كنت عند الشيخ عبد العلي؟ احكي لي وقنت. كنت بحارة اليوم. ما كنت بدي اخطفها يا ابي. يا ابي انا اللي بدك اياه بعمله، كل شيء بدك اياه بعمله، بس لا تغضب علي، لا تغضب. صار شيء بينك وبينه ولا شو؟ شغبني صاير شيء بينك وبينها. الو يا ابي، اعوذ بالله يا ابي، اعوذ بالله، قسما بالله، انا حتى ما بفكر يا ابي. وحياة راس ابني يا ابي، وحياة راس جو، أنا حتى ما فكر، ما فكر. بكرة تلزق بالدكان، من عند على بكرة الصبح ترى عم الدكان ما في إلا على البيت، يعني البيت للدكان من الدكان للبيت، فانتهي. روح على الدنيا، روح شوف عيلتك، روح روح. بتحب علي ابن عمي؟ ليش انا شو مقصرة بحقك؟ احكي لي معتز. خيرية ما بدي اسمع ولا كلمة. ما بدك تسمع مني ولا كلمة؟ بدك ياني شوفك عم تضيع من بين ايدي وما احكي؟ انت جوزي وابو ابني وتاج راسي، انت بدك ياني احكي لما اشوفك افوتها على البيت ومتجوزها؟ خيريه خلصنا. لا ما خلصنا. انا بشوف الدنيا من بين عيونك، فانتز انا مالي غيرك، شوفك عم تحب علي وبدك تتجوز علي وضلي صاحبتي. يا مولاي اعطوني كباية مي، بدي اسوي دوشي ما في دم. طول بالك تقبرني، طول بالك. المهم هو اعترف بغلطه، المهم انت تهدي حالك. الله يخلي لي اياك. الحمد لله. تفضل يا ابي. الحمد لله. تفضل ابن عمي.
لك يا سعاده مصايب ما لغير بالدنيا، بيطلع من طابوسه يفوت بطابوسه، والله العظيم ما تعرف شو بدي اعمل له. والله طول بالك تقبرني، طول بالك يا بنا، ساو ابريق شاي مشان يروق دمه ابوك اوام. شو هالمصيبه اللي جاب لنا اياها معتز؟ منيح اللي دري ابي مش عم تنحل القصه. لك انا ماني خايفه على معتز، انا خايفه على ابي يقبر قلبي. بعيد الشر، الله يستر. ويكون يعطيك العافية يا بي. أهلين أبي. يعطيك العافية. شو وينه؟ لساته بأوضته يا أبي. عم نحكي مبارح أنا ودلال إنه لازم نتبحشي، شايف شلون المصايب عم تتكرفت على راسنا كرفتي؟ إيه والله الحق بإيدك يا كبي، والله الحق بإيدك، والله تمدبح بس كبي بني أدم شغل عاداته، ممكن ما غلط يعمل فدو هيك بصير. هيك معك حق يا بي. روحي ناديله المغضوب، روحي ناديله. ايه على عيني. خذي يلا بابا. معتز؟ معتز؟ شو بدك؟ كلم ابوك. ليكو يا بي. صبحك بالخير يا بي. لك ابي شو انت حابب الخمه؟ ليش ما نزلت على الشغل اليوم؟ شاني رح البس وامشي يا بي. يلا روح غير حلاقتك، انا عم استناك وزي سوا على الشغل. يلا امرك يا بي. تعال هلا. تمرر عند ابو ظافر بجيب من عنده منه خروف، بعدين تمرر بجيب اللحام عادل، عرفته؟ عرفته يا بي. خليه يذبح الخروف على باب البيت بنوزعه على الحاره، هذا فدو وما حناكل ولا لقمه هون منه بالبيت. عرفت عن شو فدو؟ عرفت؟ عرفت يا بي، عرفت. الله يتقبل. روح سيدي روح. خيرين ناوريني اوعي. عجيب عليك العود. اهلين عجيب، شلونك؟ تمام تمام. بدي هيك شي خروف من عند منك مدلل ومربرب خرج طيب. تأمر عجيب تأمر. ما يأمر عليك ظالم. اهلين عمي معتز، شريت. اهلين عمي ابو ظافر، شلونك؟ ان شاء الله بخير. والله من الله بخير الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله، فضل الله. شو اللي تبيعها ندر؟ ايه والله. ايه الله يتقبل لك عمي. منا ومنكم. عقيد هذا منيح، الله يسلم هديه. بركه بركه عمي ابو ظافر، روح وصل له يا للعقيد وارجع. لا لا خليكم، عمي عاوزك انا. امرك عمي امرك. تعال معي. ما تواخذنا معتز، بس عنا شويه شغل. لا عادي عادي عمي، مرنا قديش حقه هذا خروف؟ مو بيناتنا معتز، بالليل بحاسبه. برقدا مالك حامل مصاري؟ لا لك عمي لا، بيت السبع ما بيخلى من العظام، خير الله كتير. هداك السبع لك معتز، تفضل تفضل. معتز وقعي؟ كنت بالجامعة. قبل الجامعة وقعي.
ان شاء الله خير خير. بغران ليش هون سعيد؟ شبان عمي، يعني فكرني مصدق الكلام اللي انقال. انا وبغران جايين نطمن عليك. والله ماني ناقص، لا والله سيبت لي ركبي. ما عاش اللي بده يسيب لك ركبك عمي. اهدى وروق وصلي لي على النبي، ما في شيء بالدنيا ما له حل. ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ابو عصام احكي لنا شو اللي صاير. خلصت بقى يا عمو، خلي ابي يرتاح بعد ما النبي يحكي لنا كل شيء. طيب طيب. يلا. اهلين عبدو. ابو العز وين عمي ابو عصام؟ جوا. شو بدك منه؟ خبروا ان الفرنساوي فاتوا على الحاره، بدهم يفتشوها بيت بيت. شوفي الفرنساوي فايت على الحاره يا ابي، قال بده يفتشوها بيت بيت. وحيد يا شباب مستور، اعطي طريق. وين ان شاء الله؟ ليش بدكم تفتشوا الحاره هيك بيت بيت؟ اللي هربوا من السجن مخبئين عنكم بالحاره، يا رح تسلمون يا رح فتش الحاره بيت بيت. قلنا اقول لك عمي الفراريه مو عنا، ما عنا حدا نحنا. الفراريه عنكم، نحنا كل مره بنثق فيكم بس ثقتنا ما بتطلع بمحلها. بدي اعرف مين المسؤول عن الفوضى اللي صارت اليوم بالحاره. مين بده يكون مسؤول غير رجالك؟ رجالي؟ مو هن رجالك على اساس بيوفروا الامن والامان للناس؟ هذا الحكي صحيح. عمي شل الزعران هجموا على الحاره، كسروا وطبشوا وانقلعوا. ابو حاتم ليش اجوا الزعران على الحاره؟ عمي سأل رجالك بالبغفار اللي بيعرفوا، نحن ما بنعرف شيء. على كل نحن رح نحقق بالموضوع. وهلا بدنا نفتش الحاره بيت بيت. واولهم بيت ابو محمود. بدنا نهربون يا بي. اخذهم على مدينه الجامع؟ لا لا لا. يا بي اخذهم على بيت مرت عمي. ما بفتح البيت. ايه معي. اتكل على الله يا ابو محمود. حضرة الضابط، كانك ما بتفهم علينا. عم نقول لك الفرارية مو عنا، خذ رجالك والله معك. ابو حاتم اسمع، انا رح اقول لك كلمة واحدة. بشرفي بشرفي لقلب الحارة عالية واطية. فكروا منيح، يا بتسلمون يا بتشوفوا شي مني بحياتكم ما شفتوه. بعدين انتوا ليش خايفين؟ مو على اساس انه مو عنكم؟ هيك نحن مو خايفين، ولحتى فاهم اكثر من هيك، نحن بالاساس ما بنخاف من حدا ابد. نحن لكن راح نبلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلين اخي معتز. اهلين معتز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعهم بعد امرك بدي احكي جوز كلام مع الشيخ اذا بتريد. تكرم عيونك. الله يكرمك. السلام عليكم. يا رب. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل اقعد معتز. شو حابب تقلي؟ شو شايف شيخي؟ كأنك يعني كأنك كنت عم تستناني. أنا عم استناك من زمان يا معتز. هات يا ابني، شو يلي شاغل بالك؟ بيضل بيناتنا شيخي بإذن الله خير. شوفي قلي. شيخي المسلم، المسلم بتجزله اليهودية. بتجزله يا ابني؟ يعني هلا أنا فيني أتجوز يهودية؟ أنت؟ يعني لا، يعني إنه المسلم بيقدر يتجوز يهودية؟ بيقدر يا ابني، قلت لك. يعني حتى لو ما أسلمت؟ حتى ولو ما أسلمت. شلون بدها تعيش معي؟ شلون بدها تعيش مع، يعني شلون بتعيش اليهودية مع المسلم؟ شيخي شلون اشرح لي اياها؟ بتعيش معك وهي يهودية، والواجب عليك تحافظ لها على دينها وتعاليمه. يعني انا بحق لي اتجوز يهودية وبدها تعيش معي بالبيت وانا مسلم وهي يهودية؟ بصير يعني؟ بيصير شيخي؟ قلت لك بيصير. شبك؟ لا ولا شيء شيخي. لا انا هيك بس عم اسال، يعني عم اسال من باب الفضول يعني. يا ابني انت عم تسال لانه ما بتعرف عن دينا غير الصوم والصلاه والدعاء. بس قل لي انت ليش عم تسال؟ بدك تتجوز يهوديه؟
ايه شيخي، بدي اتجوز ويهودي. ايه على بركة الله والحمد لله ان ديننا ما بيمنع انك تتجوز من اي دين، بس اسمع نصيحة مني يا ابني، ويشهد الله انك انت بمعزة ولادي، ارجع لبيتك ومرتك وابنك، الله يرضى عليك، لا تفوت الفوتة. وانت بجوز تشعل فتنة، اللي غربت لي بده حجة مثل هاي. انت من دين وهو من دين وهداك من دين وانا من دين، وفتنة شعلة، الله يرضى عليك، ارجع ارجع العقيد معتز اللي انا بعرفه واللي كل الحارة بتعرفه وبتعتز فيه. وقال لي الفرنساوي ياما اكلها منه، ارجع فكر.